أعزائي، أسعد الله صباحكم أو مساءكم حيثما كنتم. اليوم الأحد 3 أبريل عام 2022، الموافق الثاني من شهر رمضان المبارك، وكل عام والجميع طيبون. النهاردة بإذن الله حلقة جديدة قصيرة، أتصور أنها مبهجة ومفرحة، وهي عن بدء تعافي العالم من كابوس وباء كوفيد-19، واللي بدأ الإعلان عنه كوباء عالمي في 11 مارس لعام 2020 من منظمة الصحة العالمية. والحقيقة مع نهاية العام الماضي وبداية هذا العام كنت عملت حلقات تنبأت فيها بأنه السنة دي بإذن الله على منتصف هذا العام ينتهي كابوس هذا الوباء، والحقيقة قد بدأت البشائر لتعلن عن ذلك، واللي هنثبتها بالأرقام، وكما العادة بقول أرقام لا تكذب. النهاردة هتكلم في 3 نقاط كعادتنا بنحب النظام. هنتكلم على الحصاد النهائي لما مضى، ثم هنتكلم على الوضع الآن، ثم هنتكلم نمرة 3 على أفاق المستقبل. يعني هنتكلم على الماضي والحاضر والمستقبل. الحصاد النهائي هنتكلم عليه. أنا تملي بنيت يعني معلومات كثيرة لتوقع النهاية مقارنة بوباء الإنفلونزا الإسبانية، الإسبانيش فلو، وهقارنها. الإسبانيش فلو حصلت في 1918 سنة 1918، وكانت إعداد العالم في هذا الوقت حوالي 2 بليون، مقارنة بوباء كوفيد-19 اللي فيه تعداد العالم 8 بليون. الإسبانيش فلو، وباء الإنفلونزا الإسبانية، أصاب ربع سكان العالم، بينما هنا الأرقام المعلنة مع المصابين الرسمية بتقول إنهم حوالي نص بليون. طبعا نص بليون، إحنا بنقول الأرقام دي ممكن نضربها في 9 أو 10 مرات، يبقى أكشولي اللي أصيب في العالم من وباء كوفيد-19 هو تقريبا نص العالم. وأعتقد إن في كل 2 تقريبا بنلاقي بنعرف واحد منهم أصاب بالوباء. طيب نيجي للأهم بقى، وهي نسبة الوفيات. في حالة وباء الإنفلونزا الإسبانية قالوا إنه مات 50 لـ100 مليون من المصابين، والعالم قلنا كان 2 بليون. يعني لو حسبناها هنلاقي إن عدد الوفيات بلغت 25 إلى 50 حالة في كل 1000 من سكان العالم توفيوا من جراء هذا الوباء، بسبب طبعا الإجراءات الاحترازية اللي عملناها، والتقدم اللي حصل في الفاكسينات السريع جدا. فإن العدد المعلن الرسمي من الوفيات من هذا الوباء هو 6 مليون، ومرة أخرى بنقول إن ربما العدد يبقى الضعف الأعداد الحقيقية دي. الأعداد الرسمية 6 مليون، يبقى الضعف. في هذه الحالة بنلاقي إنه يبقى اللي توفي إلى رحمة الله وترحمة الله عليهم جميعا، وطبعا إحنا عارفين ناس مشاهير وكبار في السن وشباب، كلنا يعني حزننا كثيرا لفقدانهم، ومنهم معارف وأصدقاء وأقارب. فإن نسبة الوفيات في هذه الحالة هتبقى عندنا بتبقى من 1.5 في الـ1000 مقارنة بالإنفلونزا الإسبانية 25 لـ50. ده طبعا بسبب الحاجات اللي قلناها. فارق تاني مهم جدا، إنه الإنفلونزا الإسبانية كانت بتصيب أساسا، ودي حاجة كانت مؤسفة جدا، اللي هم صغار السن، الشباب صغار السن، بينما هنا الوفيات أكثر في الكبار السن، ودي حاجة يعني أفضل من الإنفلونزا الإسبانية. ده اللي هو الحصاد النهائي لما مضى. وطبعا زي ما بقولنا في أهم نقطة، إن عدد الوفيات قليل جدا مقارنة يعني نسبة وتناسب مع الإنفلونزا الإسبانية، بسبب الفاكسينات، عندنا عدد ضخم من الفاكسينات، وبسبب طبعا الإجراءات الإحترازية اللي خذها العالم اتخذها العالم. طب نيجي الوضع الآن بقى، ما نحن عليه اليوم. أنا هتكلم على العالم، وهتكلم على الولايات المتحدة الأمريكية، على أساس إن عندها الإحصائيات يعني متقنة، وهي بلد كبيرة فيها 330 مليون تقريبا. متوسط عدد الحالات اليوم اليومي في الأسبوع المنصرم، يعني كل يوم في كم حالة في العالم كله؟ 1.4 مليون حالة، وعدد الوفيات 4000. أنا عايزكم تاخدوا بالكم إن الأرقام دي ك
كانت بتخص دولة واحدة وهي الولايات المتحدة فقط في البيك بتاع الأوميكرون. دلوقتي العالم كله، العالم كله الإصابات اليومية المعلنة الرسمية 1.4 مليون والوفيات 4000. وتعال نقارنها بقى بنفس الولايات المتحدة، وكنت أنا متواجد في فترة ديسمبر هناك، وكانت زي ما بقول الحالات أكتر من 1 مليون اللي هي بتصيب العالم دلوقتي، وكانت الوفيات حوالي 4000. النهاردة في الولايات المتحدة الأمريكية متوسط الحالات اليومية في الأسبوع المنصرم، الحالات اليومية بتبقى أكثر قليلا من 29,000 حالة، والوفيات 650 حالة نقول في اليوم. طبعا انخفاض ضخم من 1 مليون لما ينزل عدد الإصابات ل 29,000 والوفيات من 4,000 لما تنزل ل 650، ده يؤكد على إن العالم بدأ يتعافى. ولسه هنشوف الحاجات أحسن بإذن الله كما توقعنا في مع منتصف السنة دي، يعني مع بداية شهر يوليو ونهاية شهر يونيو. نيجي بقى لأفاق المستقبل. إيه اللي استفدناه؟ عاوز أتكلم هنا في 3 نقاط. بسبب تقنيات مرسال الحمض النووي اللي هو الماسنجر RNA vaccines اللي هم بتوع فايزر وموديرنا، بقول إنه بإذن الله لن يتكرر ما حدث. ليه؟ لأنه إحنا نهاية أي وباء مقترنة بالوصول إلى تطعيم مناسب. إحنا لو حصل أي وباء في المستقبل، ودي حاجة استفدناها يعني من التجربة دي، وقدرنا نرسم الخريطة الجينية للفيروس أو الجرثومة اللي عملت الوباء، فسنتمكن العالم من الوصول إلى الفاكسين المناسب في غضون شهور قليلة، بل يمكن أسابيع قليلة. وحتى لو تحور الفيروس المسبب للوفاة، هنحور بالتبعية الفاكسين للوصول إلى الفاكسين المناسب. فعشان كده الخبر الجاي جداً أن الوباء ده بإذن الله، بإذن الله هو هيكون نهاية الأوبئة على هذا المستوى الكبير. دي أول نقطة. النقطة الثانية، بيسألني ناس كتير، هل ممكن أن في المستقبل القريب يتحور هذا الفيروس لفيروس أكثر شراسة؟ الإجابة حسب معلوماتنا عن الأوبئة الماضية، وإحنا بنقول أنه إذا أردت أن تتعلم عن مستقبلك فلابد أن تدرس ماضيك، فالإجابة في الأغلب الأعم لن يحدث أن يتحور هذا الفيروس لفيروس أشرس. ليه؟ قلنا بيزد على المعلومات السابقة أن الفيروسات بتصل إلى المستوى الأقصى في الشراسة وبعدين بتقل. وهشرحها لكم علميا بصورة بسيطة. ليه؟ الفيروس لما بيتحور إلى فيروس شرس، الموضوع في الشراسة لا يتعلق فقط بالفيروس ولكن بالعائل المتلقي اللي هو الشخص. فإنه الإصابة بتبقى شديدة أو متوسطة أو ضعيفة اعتمادا على شيئين، على الفيروس وعلى العائل اللي هتلقاه. فالفيروس لما بيوصل لمستوى من الشراسة جامد وبيدخل في العائل ده وبيتسبب في وفياتهم كده، بيبقى هو شال العوائل اللي هي الضعيفة اللي ممكن يقضي عليها. 2، يبقى مش موجود ناس تانية قابلة للوفاة بنفس المقدار. 2، إنه من مصلحة الفيروس ككائن حي إنه ما يقتلش عائله، لأنه في الحالة دي هيموت العائل ويموت الفيروس. بينما كل الكائنات الحية اللي عاملها ربنا سبحان الله عندها غريزة حب البقاء، فعش كده من الأفضل في كل الفيروسات إنها بتصل إلى تحورات ضعيفة تبقيها في صورة أمراض متوطنة، كما هو الحادث في الإنفلونزا حاليا. ما عندناش الوباء زي بتاع الإنفلونزا الإسبانية، وده اللي بنقوله إنه الوباء العالمي هيتحول. الكورونا فيروس الكوفيد 19 مش هينتهي تماما، لكن هيصبح، وده اللي احنا شايفينه، كأنه دور برد نازل برد، كأنه إنفلونزا عادية. طيب النقطة الثالثة، ماذا ينبغي علينا أن نفعل؟ الحقيقة الحاجة اللي ضايقتني إني لقيت إن كثير من الحكومات الدول والأنظمة الصحية فيها قررت إن لبس الماسك الكمامات دي حاجة أوبشنال، إتس نو مور مانداتوري. هذا خطأ. أنا بتصور أهو بقول لكم، ويعني وهيثبت بإذن الله إن اللي بقوله لكم مظبوط،
انه لبس الماسكس والكمامات دي هيقعد معانا من سنه لثلاث سنوات، ودي حاجه مش وحشه. ليه؟ اولا احنا تعودنا عليها، يعني بقيتش شيء سيء ان الواحد يتعود على انه يلبس الكمامات في الاماكن المغلقه، بتكلم على الاماكن المغلقه مش في الاماكن المفتوحه، فدي حاجه مش سيئه. نمره اتنين، انها بتقي الانسان من كل انواع العدوى التنفسيه، مش بس من كوفيد 19، من نزلات البرد، من الانفلونزا، من اي عدوى تنفسيه. فليه احنا ما نستمرش في لبس الكمامات في الاماكن المغلقه؟ وبقول حاجه، ان كنت في قبلها بسنه في فيتنام قبل الكوفيد، ولاحظت هناك انه الشعب كله لابس كمامات بسبب انه بيعتمد وسيله المواصلات الاساسيه عندهم هي الدراجات البخاريه، فعشان خاطر التلوث بتاع الجو كلهم لابسين كمامات. فبسبب هذه الكمامات كانت نسبة الإصابات والوفيات في فيتنام أقل من غيرها من الدول. فنحن الإجابة المفروض أن نلتزم بارتداء الماسكس الكمامات في الأماكن المغلقة لمدة من سنة إلى ثلاث سنوات في هذا في التوقع. حتى بقول في المطاعم النادل اللي هو الجرسون المفروض يقعد لابس كمام على طول، والناس اللي قاعده جوه في مطعم مغلق تقلع الكمامات فقط في وقت الاكل حتى في هذا الكلام. تاني حاجه، انه حيث ان احتمال الوفاه في حاله الكوفيد 19 بيزيد ثلاث مرات كل عقد من الزمان كل 10 سنين، يبقى طب الفاكسينات هنعمل فيها ايه؟ اتصور ان فوق سن 50 احتمال الوفاه هيبقى اكتر. فالناس اللي فوق سن 50 لمده برضو اتصور من سنه لثلاث سنين هتاخد فاكسين جرعة منشطة بوستر دوز كل ست شهور اللي فوق 50 سنة، لأن هم الفئات الأكثر عرضة للوفاة. ثالث حاجة في أفاق المستقبل، نحن هنتجنب الازدحام ما أمكن. ده الدرس اللي يجب أن احنا نتعلمه. إزاي؟ بالإكثار من تطبيقات الافتراضية اللي هي الفيرشوال في كل مناحي الحياة. دلوقتي اتعلمنا أن في حاجة اسمها فيرشوال، مش لازم كل الموظفين يروحوا الشغل بتاعهم، مش لازم كل الطلبة اللي هم بيتلقوا التعليم يتواجدوا كل يوم في المدرسة، مش لازم الحاجات دي، في حاجات فيرشوال. ده ايفن في حالات كتيرة جدا انا عاوز استشارة طبية ممكن مش محتاجة كشف، اتصل بالطبيب انما مش لازم اروح له. فهنتعلم ان احنا نكسر من التطبيقات الفيرشوال. طيب، في المصالح وفي البنوك وفي المطارات بقول برضو ينبغي الاكثار من عدد الموظفين المتعاملين. ليه؟ مع الجمهور، عشان ننهي الإجراءات في أقصر وقت ممكن. يبقى المتعاملين بالنسبة لنسبة الموظفين نسبتهم قليلة. ده مش كده وبس، وإن احنا نتعلم حاجة تانية، نقلل إجراءات إنهاء أي مصلحة. يعني إذا كانت حاجة بتاخد ست إجراءات، ليه ما نخليهاش إجراءين أو ثلاثة؟ فده برضو يقلل من الوقت. دي مفروض نعملها. وده اللي اتعلمناه في الأفاق. اللي بقوله في النهاية إن الأسوأ قد مضى والأفضل أمامنا. خلاص، وباء كوفيد 19، كابوس وباء كوفيد 19 قد مضى، وتعلمنا الدرس، اتعلمنا الأعراض، كان في الأول في خوف جامد، اتعلمنا المضاعفات وكيف يمكن التعامل معاها. وزي ما قلت، كان استخدام المبالغ فيه في استخدام أجهزة التنفس الصناعي قتلت أكثر مما أحيت، كانت بتعمل يعني إصابة ميكانيكية للرئة. كنا أي واحد ينخفض نسبة الأكسجين على طول يحطوه على فنتليتور، وهذا خطأ، فقط اللي هو مش قادر ياخد نفسه لوحده. تعلمنا حاجات كتيرة جدا من هذا الوباء، وتعلمنا الإجراءات الاحترازية، وزي ما قلت إن الماسنجر RNA اللي هو مرسال الحمض النووي اللي عملنا التكنولوجي بتاعه في 50 سنة وانتهى في الوقت المناسب تماما في سنة 2018، يعني قبل وباء 2019 بسنة واحدة. وده مش هيكون بس مفيد زي ما قلت في منع أوبئة مستقبلية، ولكن في علاج حالات كثيرة من الكانسر، فدي حاجة جميلة. وبقول في النهاية إن قيمة المصائب هتبقى دائما هي في الدروس المستفادة. مصائب بدون دروس نتعلمها تبقى مصيبة وتبقى فقط شيء سيء، لكن مصيبة نتعلم منها الدروس ده شيء جميل، لأنه بنتقي الحاجات دي في المستقبل، لأن من لم يتعلم من ماضيه فلا مستقبل له. دي نقطة مهمة.
طبعا بنترحم على كل يعني الناس اللي توفاهم الله من جراء هذا الوباء، وبإذن الله بنهاية هذا الوباء يعني يتشافى حتى عدد المصابين، ودلوقتي بقت الإصابات خفيفة جدا. وفي النهاية أشكركم على حسن متابعتكم، وإلى أن ألقاكم مجددا أستودعكم الله وأشكركم، شكرا جزيلا.